شهرين ونص شعري كان بالطول اللي انت شايفينه في الصورة ده، ودلوقتي بقى كده بسبب الروتين اللي انا هقولكوا عليه النهاردة. احنا داخلين على عيد وانا زي كل البنات بحب اروح اعمل شعري عند الكوافير، وده الروتين اللي بحافظ بيه كمان على شعري بالاستشوار وكمان هقولكوا كمان المنتج اللي بستعمله بيحمي شعري من الحرارة، سعره 55 جنيه. جميل، انا ياسمين شرفتوني ونورتوني. لو انت اول مرة تتفرج عليا اعملي دلوقتي لايك للفيديو واشتراك القناة، فعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، ويلا بينا نبتدي الفيديو. اول خطوة من الخطوات مهمة جدا وهو تنظيف الفروة. بستعمل الشامبو ده، طبعا كنت بستعمل حاجات في المقاطعة وبطلتها بقالي دلوقتي 4-5 شهور، وبطل الموضوع ده نهائي نهائي، فبدأت استعمل منتجات تانية لغاية ما توصلت ان انفينيتي ده الشعر بتاعي، النوع بتاعي، ان انا شعري جاف وهايش وكمان متقصف وبيتكسر بسرعة، عايزين حاجة تنظف الفروة كويس قوي من غير ما تنشف فروة راسي، لان فروة راسي طبعا لو نشفت الشعر بيتكسر بسرعة ويتقصف، ودي اهم خطوة انت تجيبي نوع شعر. فده اللي نفع معايا، وساعتها كان عارضين مع بعض 250 جنيه بدل 300 حاجة يعني. اوعي تجيبي على الشعر، بتنضفي فروة الراس بس، بتحطي على ايدك تبتدي تدعكي فروة راسك، طبعا تدعكي بالراحة لان تحت المية انتي ما بتحسيش لما شعرك بيقع، فتدعكي بالراحة جدا، وفرصة عظيمة ان فصل الصيف تعملي مية فترة او ساقعة، دي احسن حاجة للناس اللي شعرها طبعا طبعا جاف جدا زي حالاتي بالظبط، وبتخاف انه يقع او يتكسر لان المية السخنة بتنشف الشعر جدا جدا جدا. وانا بستعملها، انا ما بستعملش خالص بلسم خالص نهائي نهائي، بستعمل ده قبل وبعد، ده الماسك بتاع ترطيب الشعر، ترطيب مهم فوق ما انتم متخيلين. لما ترطبي شعرك، شعرك مش هيتكسر، بالعكس هيطول اسرع. رحت للكوافير مره، الكوافير عمل لي طبعا ترطيب قبل الغسيل بتاع شعري، وعمل لي ترطيب بعد ما غسلت شعري، فبدات اعتمد الحركه دي وبترطب شعري جدا جدا جدا، وحسيت بالفرق. وجربوها قبل ما تخشي تاخدوا الشاور، بخمس دقائق اعملوا شعركم عصير بايب، ده سعره 250 جنيه، اعملوا شعركم بالماسك ده بالذات جد والله، اقعدوا بس 5 دقائق زي ما هو مكتوب بالظبط، لو اكتر من كده بيقلب نتيجه عكسيه ومش حلو. 5 دقائق وهتلاقي النتيجه اللي انت عايزها. خلصنا شاور كله بقى تمام، نخرج بقى نرطب شعرنا. الترطيب مهم جدا، شعرنا ده مكون من 3 طبقات، ال3 طبقات دول لازم الطبقه الخارجيه بالذات اللي بتحمي الطبقتين اللي جوه لازم تترطب كويس قوي. لما بتترطب كويس قوي شعرايا الطبقه الثانيه والثالثه بتتغذى وبتطول وما بيحصلهاش تكسير او تقصير. ده انا بستعمل السيروم التقيل ده بتاع سيرو بايب ده عشان انا شعري جاف وهايش، فعايزه سيروم تقيل شويه، وبتقل قوي على الاطراف، الاطراف مهمه جدا. والبنات اللي زي حالتي احنا بشعرنا طبعا المحجبات يا بخت ربنا يهدينا كلنا ان شاء الله، الناس اللي بشعرهم زي لازم تجيبوا سيروم ضد حراره الشمس SPF 30، ده موجود في كل صيدلية في انواع كتير، او ان شاء الله ان شاء الله هعمل عليه فيديو علشان البنات كلها بجد اللي بشعرهم عايزه تحمي شعرك من الشمس، عشان الشمس بتكسر الشعر جدا وبتنشف الشعر جدا وبتسحب الرطوبه من الشعر. تعملي عازل لحراره الشمس على شعرك، تحمي شعرك من التقصيف وتحميه من الرطوبه، وكمان يبقى في شنطتك تجدديه تقريبا كل 3 4 ساعات، عشان طبعا الشمس بتسحب اي رطوبه واي ميه من الجو بتنشف الميه جدا، فخدوا بالكم كويس قوي. ده سعره 250 جنيه برضه. اللي جايه دي مهمه جدا وركزوا معايا فيها كويس قوي، لان مش اي حاجه تحطيها على فروه راسك، واي حاجه بتحطيها على فروه راسك ممكن تقلب نتيجه عكسيه. وبلاش الزيوت اللي نازل العطارين، بلاش الحاجات اللي مجهوله المصدر، وبلاش حاجات غريبه، روحوا الصيدليه لانه كل حاجه طبعا معموله بطريقه معينه، وكمان نختبرينها كويس قوي بحيث انها ما تديش رد فعل عكسي للشعر. بالاكراتين ده بيعالج البهتان بتاع الشعر، بيعالج جفاف الشعر، بيحمي الشعر، بيديها ترطيب، بيديها لمعان، بيديها الحاجه اللي انا بجد بيبقى محتاجاها. يعني انا شعري جاف محتاجه حاجات للشعر الجاف، فده اللي بيديني بجد. خشوا كده واقروا عن زيت الاكراتين، فوائده رهيبه وفوائده جميله جدا جدا جدا، قد ايه بيعيد تشكيل الشعرايه زي ما كانت الاول. يعني انت شعرك متقصف بايظ، بيعيد الغلاف الخارجي اللي بيحفظ الشعرايه هو زيت الاكراتين، وكمان لما بيتحط على الفروه بيزود الشعر، بيعمل كثافه للشعر، فده مهم قوي قوي قوي. طبعا ده مورو فوكس، ده تركي خارج المقاطعه نهائي، موجود في السوبر ماركت وموجود كمان في الصيدليات. ده الارجان، انتوا عارفين زيت الارجان وعاملين فوائد الارجان عظيمه قد ايه. طبعا انا في مصر ما عنديش حته موثوق فيها اجيب ارجان اصلي 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 يعني، فانا ما عنديش خلفيه وما عنديش اماكن ما اعرفش، فانا بحب اشتري من الصيدليه عشان حاجات موثوق فيها معروف ده ارجان ارجان، يعني انت بتشتري ارجان 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 اويل، هو ده برده مورو فوكس على فكره
العبوة كبيرة، انت شايفينها صغيرة بس بجد بجد العبوة كبيرة جدا جدا للشعر، وبيتقل الشعر وبيغذي الشعر وبينعم الشعر، وبجد مفيش هيشان خالص بيحصل طول ما انا بستعمله. انا بستعمله كل اسبوعين، كل اسبوعين مرة ده ومرة التاني وهكذا، وحلو جدا. ده سعره برضو 150 جنيه زي ما انت شايفين. هو ده طبعا انا بعد طبعا قعدت لف ودوران كتير قوي قوي، وقعدت كمان اقرا على حاجات معينة، لان انا بستعمل صبغة فشعري بيض كتير، اللي بيقلل الشعر الابيض او بيخلي الشعر الابيض يعني ما يطلعش كتير، لان انا بستعمل صبغة كتير زيت السمسم، وده جبته من امتنان. اوكي هو ده، حتى سعره عالي لغاية دلوقتي اهو، ده من امتنان، ده غالي قوي. ده زيت سمسم معصور على البارد، اهم حاجه اللي تكون بصوا هنا كلمه معصور على البارد، فدي مهمه جدا جدا. ده بحطه على فروه راسي، وبحطه كمان على شعري كله، بقعد بيه بالظبط من نص ساعه لساعه يعني، بس اكتر حاجه عمري ما وصلت لساعه يعني، اخر نص ساعه، لان انا لما رحت للدكتور وسالته قال لي الفايده بتيجي اول 10 دقائق، اول 10 دقائق فروه بتمتص كل حاجه، بعد كده انت بتحطيه كتير على شعرك ملوش اي لازمه. وقعدت اقرا كتير قوي قوي لغايه ما اتاكد ان هو فعلا دول بيبيعوا زيوت كويسه. طبعا انا مجربتش بقيه انواع الزيوت، هو ده اللي انا جربته وفعلا حلو جدا للشعر، بينعم الشعر جدا، بيتقل جدا، بيقلل الشعر الابيض للناس اللي زيي بالظبط كده بيستعملوا الصبغه على شعره. فهو ده، لان انا بستعمل صبغه تقريبا كل شهرين ومش عارفه ابطل الموضوع ده، وجبت فاتيكا طلعت برضو الحنه بتاعت فاتيكا، فقعدت كده افكر شويه يعني هي ازاي بتصبغ الشعر خلال نص ساعه، طلعت صبغه على شكل حنه علينا يعني. الموضوع طلع برضو دعاية وإعلان، هي صبغة أصلا ونشفت شعري جدا، وبرضو بتطلع شعر أبيض وما بتقعدش كتير. هو ده اللي حسن شعري جدا. وطبعا العيد قرب، والعيد بقى ما أقولكوش كوافير، لازم نروح لكوافير حتى لو مش خارجين. أنا بحب جدا أعمل شعري حتى لو مش رايحة الكوافير. طبعا طبعا الحرارة بتدمر الشعر جدا. أنا لما بروح لكوافير في بنات كتير ما بتعملش زي بالظبط، لازم يحطلك حاجة ضد الحرارة بتاعت السشوار وبتاعت المكوى، لازم تقوليله، لأن من كتر الزحمة ما بيعملوش كده. انا بطلب حمايه من الحراره واقول له طب انا هستنى شويه نص ساعه كده، وبعد كده بيبتدي يعمل شعري، لاني مش عايزه شعري يتعمل وهو السيرم يكون عليه يكون شرب ونشف. فانا بعمل الحركه دي على طول ومحافظه بيها على شعري. انا شخصيا لو عايزه اعمل شعري في البيت، ده من سباركل عاملينه ضد الحراره، سعره 55 جنيه، ما تعرفوش عنه حاجه اكيد صح، حتى هم كاتبين عليه هنا. فده حلو جدا وخفيف قوي 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 وعاجبني قوي قوي، وماشي عليه بقالي 4 شهور، 4 شهور، لان انا شخصيا على طول القصة مثلا بتاعتي من النوم والحركة ومش عارفة ايه، بتغسلي وشك بيبقى فيه عوجة كده بعوجة كده، ارش رشة من السيرم، استنى نص ساعة ولا ساعة كده، وابتدي اعمل القصة والجنين، والله والله زي بتاع لوريال بالظبط. الروتين اللي انا بستعمله ده ماشي عليه ما ببطلوش، وشعري طول بسرعة جدا جدا ما شاء الله، الله اكبر، شعري طول بسرعة وشكله اتحسن. انا شعري من نوع الجاف، وعارفة ان هو هيبقى جاف مهما عملت فيه عمره ما يتحسن، ويطري وناعم والجو ده كله، بس طول ما انتي مهتميه بيه ومحافظه على الترتيب بتاعه لا هيتقصف ولا يتكسر ولا اي حاجه، وهيطول وهيبقى كويس وهيبقى تمام. طول ما انتي محافظه على الروتين ده تمشي عليه فتره طويله، مش بس انا شعري باظ مش عارفه ايه، اول ما شعرك يبقى كويس ويتحسن وتبتدي تسيبي الروتين بتاعك ده، لا لازم تمشي عليه طول حياتك. وعلى خير الفيديو الجاي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. انا ياسمين، واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.